الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا غدوه حلوه قوي وهو السمك بالصلصه. تعالي نشوف هنعمله مع بعض ازاي. معايا سمك طبعا مغسول وناشف كده خالص، معايا فلفل احمر بالثوم، ومعايا فلفل اخضر بالثوم، معايا معلقه كمون صغيره، معلقه توابل سمك كبيره، ومعايا ليمون. تعالوا نبتدي مع بعض. الاول هعمل الحشوه، احط الثوم الاحمر على الثوم الاخضر، الفلفل الاحمر اهو مع الثوم، حط معلقه الكمون ومعلقه التوابل، حط الليمونه اللي انا عصراها. دي كده تتبيله السمك، يبقى دي الاول تتبيله السمك. تتبيله خشن ازاي؟ حلو قوي. اجي بقى امسك السمكيه كده احشيها من جوه، وكمان احط الحشو عليها من بره. انا ما حطيتش ملح لان التتبيله اصلا فيها ملح، توابل السمك فيها ملح، لو انت جبتيها من ما فيهاش ملح يبقى هتضطري تحطي ملح. اعمل من جوه وبره اهي، واحده كمان معاك اهو. بتديها التتبيله من بره بتبقى حلوه جدا، بتديها طعم حلو قوي. يا جماعه بعد ما تتبيلته كله هسيبه بقى في التتبيله ساعه، عمال بقى ما ابتدي ايه نعمل الصلصه مع بعض. مقادير الصلصه: معايا صلصه طماطم مضروبه في الخلاط، معايا معلقتين كبار خل، ومعايا ثوم مفروم كده او متقطع صغير. عندي اهي طاسه على النار او حله، انزل فيها بشويه زيت، بعد كده هنزل بالثوم عليها اهو. سيب بس يتشوح شويه كده، بعد ما يكون شويه وشويه انزل بالحل اهو. غليه بعد كده انزل عليهم بعصير الطماطم. سيبها بقى لحد ما تتسلق، تتسلق خالص. غطيها واسيبها لحد ما تتسبك خالص. طبعا يا جماعه وصفه السمك دي بتقدم معاها رز ابيض. تعالوا نشوف مقاديره. معايا كوبايه رز ابيض، ومعايا زيت، ومعايا ملح، وطبعا ميه مغليه عشان خاطر هو سمك. بعمل الرز بالزيت. تعالوا نشوف الوصفه. الحل على النار، حط فيها شويه زيت. كوبايه الرز بتاخد حوالي معلقتين كبار زيت. حطينا يا جماعه الزيت، بعد ما سخن شويه انزل بكوبايه الرز المغسوله ونصفيها كويس قوي. ده بقى اديله تشويحه في الزيت كده يسخن شويه. بعد يا جماعه ما تشوح شويه انزل بمعلقه كده ممسوحه كده ملح، عشان دي كوباية رز بتاخد معلقة صغيرة خالص ملح. بعد كده انزل بالمية المغلية كوباية رز وكوباية مية كده. اقفل بقى عليه واسيبه لحد ما يتشرب. اهو يا جماعه الرز بدا يتشرب خالص الميه اهي. هوطي عليه بقى على اقل درجه حراره واسيبه يستوي براحته. انا كوطيت عليه واسيبه يستوي براحته. اهي يا جماعه الصلصه اهي بدات تتسبك خالص. انا بقى الملح والفلفل، نص معلقه سكر كده عشان يعادل الحموضه بتاعه الحموضه. معلقتين صغيرين كده ملح، معلقة صغيرة كمون،
اهي معاكم. هنا اسلو حبه صغيرين وحط عليها اهي يا جماعه. سبتك خلاص طبعا كل الميه اهي معاكم كده. بحط في ايه؟ حطف عليها. طيب يا جماعه قبل ما الرز يستوي وعملنا الصلصه نيجي بقى ايه. طبعا ده قعدت في التتبيله بتاع ساعه كده. ابدا احطه في الدقيق، ادخل بقى كل التتبيله اللي فوق ايه اللي على فوق دي من بره كده جوه. ليه؟ عشان ما يتحرقش معاكي في الطاسه، الزيت ما يتحرقش كده. تتوقف الدقيق اهي، واحده معاك كمان. ادخل كده بقى التتبيله اللي بره دي جوه كده. وطبعا هو شرب من التتبيله حلو قوي. الدقيق طبعا الزيت عندي على النار سخن. يا جماعه الزيت سخن، نبدا بقى ننزل بالسمك كده. يا جماعة حلو قوي اهو كده، التقليب بتاعته حلو جدا. ممكن نفتكيه كده شوية عشان لما تحط عليه الصلصة ميبقاش طري قوي. يا جماعة بعد ما قلينا السمك، الصلصة طبعا خلصت، انزل على السمك كده بقى. حلو جدا دي، طعم حلو جدا، جربوها بجد هتعجبكم. السمكة اهو قدامك اهو. يا جماعه كان غدانا النهارده السمك بالصلصه والطعم هيتقدم مع الرز الابيض. لو عجبكم الوصفه النهارده قولوا لي رايكم ايه، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.